أعتقد إنه مشاكل ما بعد الطلاق هي كتيرة، بس هل محتاجة لتشريعات وقوانين ولا محتاجة أكتر إن للجانب الإنساني؟ يعني كان في مناشدات كتيرة قوي بضرورة وضع تشريعات حادة وحاسمة بتحدد التزامات الزوج والزوجة أثناء الحياة الزوجية أو بعد الطلاق لا قدر الله. فهل هنا لو اتحطت قوانين أو تشريعات ممكن تحد شوية من الأزمات الكبيرة والكتيرة اللي بنشوفها بعد الطلاق؟ هقول لحضرتك، يعني يمكن انا لما كنت في اللجنه كان في فرصه ان انا اقدم راي بعتبره مختلف او متوازن اكتر، لان انا قلت في ناس كانت بتتكلم من الناحيه الشرعيه، في كانت مؤسسات بتتكلم من ناحيه مدنيه، من ناحيه نفسيه، من ناحيه اجتماعيه، من ناحيه اقتصاديه. فانا قلت الزواج له شكل قانوني ولكن يستند على دعائم نفسيه واجتماعيه وماديه وشرعيه. طبعا. فلو كل طرف من الاطراف اتكلم واستاثر برايه واراد ان هو يفرضه على المجتمع بان هو ده الراي الصح، اعتقد انه هيكون راي قاصر، وده كان اعتراضي على الاراء الفرديه. فلو احنا بنعمل حوار مجتمعي، الحوار المجتمعي القانون فيه دوره بيقول انا شايفك هتكلم بشكل قانوني ومش هتطرق لاي حاجه تانية، فهقول القانون يريد مسانده شرعيه اقتصاديه، كل الجوانب دي تكون موجوده، والنفسيه والاجتماعيه تساعدني عشان اقدر اطبق. انا ما ينفعش لوحدي، وبنيت تصور عليه، يعني انا كان ليا تصور بنيته عليه ان الناس دي كلنا نتحد، حتى في المحكمه يكون القاضي معاه لجنه، حد باحث نفسي، باحث اجتماعي، باحث اقتصادي، باحث في الشريعة، الناس دي تكون بشكل سري حتى لا يتم التأثير على على آرائهم، والقاضي بيجتمع بالناس دول وكل واحد بيبحث بطريقته عشان يصل إلى قناعة في القاضي. صحيح. يوم ما يحكم في الطلاق يكون الحكم عادل. واسمحوا لي بس أضيف حاجة كمان، انه حضرتك بتقولي مشاكل ما بعد الطلاق، تبدا الازمات دايما بعد الطلاق. الناس وهم عايشين مع بعض كلهم حبايب، الاب بيصرف كل الدخل بتاعه على بيته، الناس كويسين، الناس ما فيش عندهم اي مشاكل، وساعات بتكون نار تحت الرماد يعني. حتى النار تحت رماد، استقرار الوضع، استقرار السكن، استقرار المدارس، حاجات تانية بتكون قائمه بتقول ان الموضوع مستقر. اتناقشت في حاجه قلت فيها في يعني كانت توصيات بعتبر انها كانت مختلفه عن زملائي القانونيين، لان انا قلت اراء مختلفه، قلت في النفقات اتمنى ان الطفل يوم ما يحصل انفصال يحتفظ بنفس مسكنه بتعهد من الاب دون تغيير، بنفس مدرسته، نفس دايره اصدقائه يحتفظ بيها، نفس رفاهياته سواء تمارين او اي انشطه ثقافيه يحتفظ بيها. طب نخلينا عند النقطه دي بس، هنزيد توصيات كلها بس ده ما يخص الطفل، بس هنرجع لحضرتك تاني طبعا استاذه رشا.